اللهم لك الحمد على الأمن والأمان، ولك الحمد على نعمة الأوطان، ولك الحمد في السر والإعلان، والصلاة والسلام على نبينا محمد في كل آن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم عبدك زايد بن سلطان، واكتب له الرحمة والغفران، قبره بالرضا والرضوان والروح والريحان، وأسكن إنه يا ربنا أعلى الجنان، واكتب له العتق من النيران يا رحيم يا رحمن. إلهنا يا كريم يا وهاب، أطعمه من الجنة كل ما حسن وطاب، واسقه كل طيب من الشراب، وأره مكانه من الجنة وافتح له كل باب، واكشف له عن نور وجهك الحجاب، وأزلفه بالقرب مع الكواكب واعب الأتراب، واخلفه في وطنه ورعيته وذريته بكل خير يا عظيم الجناب. اللهم إنا نعوذ بك أن نجحد فضله، أو ننكر معروفه، أو نتناسى جميله، أو نتجاهل إحسانه. اللهم ارحم شيخا فاح عطره، وذاع خبره، وشاع ذكره، وانتشر خيره، وبقي بفضلك أثره وأجره. اللهم كما حفظت لليتيمين كنزهما لصلاح أبيهما، نسألك يا إلهنا كل معروف وإحسان قدمه أبونا زايد بن سلطان. اللهم اجعله حصنا حصينا لنا مدى الأزمان يا رحيم يا رحمن. اللهم جملنا والمسلمين بحسن الوفاء لولاة أمورنا وأوطاننا. اللهم اجعل دار زايد دارا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها وأهلها ومن قصدها في كنفك وأمانك وفي حماك وضمانك. اللهم احمل الحدود والسدود، واكفها واكفنا شر الحقود والحسود، وبارك لنا في الحكام وولاة العهود يا ذا المن والعطاء والكرم والجود. اللهم آمنا والمسلمين في الأوطان والدور، وأدم علينا الفرحة والبهجة والسرور، احفظنا من الفتن والآفات، وعمنا بالخيرات والبركات يا مولانا
مجيب الدعوات. اللهم ارحم شيخنا خليفة بن زايد، وارحم الشيخ مكتوم ومن توفيته من حكام الإمارات. يا فاطر الأرض والسماوات، إلهنا يا جميل العوايد، إلهنا يا جميل العوايد، احفظ شيخنا وحبيبنا محمد بن زايد، واكفه المكائد والشدائد. اللهم اجعل العافية توأمه، واكفه ما أهمه، واصرف عنه كل بلاء وغمة. اللهم أعنه ولا تعن عليه، واجعل كل خير بذله يعود إليه. بارك لنا فيه، ومتعنا بأيامه ولياليه، واغفر له ولإخوانه وأمه وأبيه، وأسعده وأهل بيته وذويه. اللهم احفظه ونوابه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على نبينا محمد خير الورى سجيا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.